رغم هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية أمام قوات الحلفاء، إلا أنها ظلت قانونيا تتمتع بالسيادة على مستعمراتها وعلى رأسها ليبيا. معاهدة الصلح بين إيطاليا المنهزمة ودول الحلفاء المنتصرة لم توقع إلا في سبتمبر عام 1947. الاتفاق بين الدول المنتصرة لم يحسم مسألة الوصاية على ليبيا الراغبة في الاستقلال، لذلك أحال الأربعة الكبار آنذاك، بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا، المسألة الليبية إلى هيئة الأمم المتحدة في سبتمبر 1948. مشروع بيفن سفورزا الذي حاولت كل من بريطانيا وإيطاليا تمريره لسيطرة كل منهما على إقليم محدد في ليبيا باء بالفشل بعد أن حظيت ولاية برقة بالاستقلال تحت الإدارة البريطانية كثامن دولة عربية تنال استقلالها في مارس عام 1949، ولم تمضي أقل من 3 أشهر حتى استقلت عن بريطانيا كليا. طاب توقيتكم مشاهدينا في حلقة أولى وجديدة من العقد السابع. الواحد والعشرون من نوفمبر عام 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اقترحته كل من الهند والعراق وباكستان والولايات المتحدة، ينص على أن ليبيا يجب أن تصبح مستقلة قبل الأول من يناير عام 1952، فصوت لصالح القرار ب48 صوتاً. وقد نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها على أن يوضع للدولة الجديدة دستور تقرره جمعية وطنية تضم ممثلين عن الأقاليم الثلاث التاريخية بالتشاور فيما بينها كهيئة واحدة. كما نص القرار أيضا على تعيين مفوض خاص من الأمم المتحدة للمساعدة في صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة، ليعلن عن الدستور الليبي الأول الذي اعتمد بقرار من الجمعية الوطنية في 7 أكتوبر عام 1951. السلطات التشريعية والتنفيذية حينها كانت موزعة بين البرلمان الاتحادي الذي يسمى بمجلس الأمة والحكومة الاتحادية، وبين حكومات الولايات المتحدة برقة، فزان، طرابلس ومجالسها التشريعية. وقد كان اختيار النظام الاتحادي خطوة نحو إقامة وحدة شاملة للدولة، واستمر النظام الاتحادي حتى صدر المرسوم الملكي بإلغائه، أو صدر قراراً بإلغائه وتوحيد الدولة الليبية في العام 1963.
وكان مقتضى وهدف هذه التعديلات هو إلغاء النظام الاتحادي وتحول المملكة الليبية المتحدة من النظام الاتحادي الفيدرالي إلى نظام الدولة البسيطة الموحدة بمسماها الثاني المملكة الليبية. انتهى عهد الملكية في ليبيا في الأول من سبتمبر عام 1969 بانقلاب عسكري قاده حينها الملازم معمر القذافي وعدد من رفاقه العسكريين ما عرفوا حينها بمجلس قيادة الثورة، وليصدر عنهم الإعلان الدستوري المؤقت في ذات العام. ونص في المادة 18 على أن مجلس قيادة الثورة يباشر أعمال السيادة العليا والسلطات التشريعية والتنفيذية نيابة عن الشعب، كما استمر الإعلان الدستوري نافذاً حتى 2 مارس عام 1967 بعد أن أعلن نظام القذافي حينها عن ما أسماه بقيام سلطة الشعب. بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011 بنى ثورة 17 فبراير، أعلن المجلس الوطني الانتقالي حينها عن الانتهاء من صياغته للإعلان الدستوري في 3 أغسطس عام 2011، والذي بات مرجعا تشريعيا حتى يتم الاستفتاء على دستور جديد، وهو ما لم يحدث حتى هذه الساعة. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقة الليلة من العقد السابع، والتي تحدثنا فيها بالتفصيل حول مآلات الدستور الليبي ومخرجات الدستور، ما إن كان حل لهذه الأزمة أو معرقل للأزمة الليبية التي طالت لعقد كامل. سنناقش ملف الدستور بالتفصيل مع ضيفي عبر سكايب السيد إبراهيم البابا، عضو هيئة صياغة مشروع الدستور. ورحب بك بداية السيد إبراهيم في أولى حلقات العقد السابع على شاشة اليوم، ودعني أبدأ معك من أولى محاور حلقة الليلة حول الدستور الليبي. ما إذا كان معرقلة للأزمة الليبية، هناك طائفة ربما تطالب بصياغة مشروع الدستور أو الاستفتاء على الدستور حتى ننتقل إلى انتخابات نزيهة، وهناك أطراف أخرى تطالب بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة قبل صياغة مشروع الدستور. نعم، طبعا الدستور هو الأساس، هو طوق النجاة. يعني لدينا تجارب سابقة في، وكان هناك عمليات انتخابية سابقة 2012 و2014، كانت هي عبارة عن يعني دخلنا من مؤقت إلى مؤقت، وازدادت الأزمة وازداد الإشكال في ليبيا. لكن طبعا أحداث 2011 هو الأساس متاعها، هو انك انت تبي دوله القانون، او اول لبنه في دوله القانون هي دستور دائم. لا يمكن ان، للاسف الشديد، ان هناك يعني دور لعبات البعثه الامم المتحده في هذا المجال، اللي هي حاولت انها يعني تحول دورها من دور وسيط الى وصي على 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 مساله على الشعب الليبي بشكل عام. يعني كيف يعني أنت تحدث على أن يكون هناك انتخابات، ويتكلم على أن هذه الانتخابات وفق قاعدة دستورية مؤقتة، وبالتالي حندخل من مؤقت إلى مؤقت، بينما هناك مشروع دستور أعادته هيئة منتخبة من الشعب الليبي وتم إقراره داخل ليبيا وبأغلبية الثلثين وفق الإعلان الدستوري، وتم أيضا تحسينه من قبل القضاء الليبي، وبالتالي هو جاهز للاستفتاء. فلا يمكن أن نقارن بين هذه وتلك. طيب. يعني أنا وجهة نظري أن مسألة الذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية مؤقتة هي يعني تمطيط للأزمة وليس حل للأزمة. طيب سيد إبراهيم، منذ استقلال ليبيا عام 51 مرت البلاد بتجارب مختلفة في الحياة الدستورية، توقفت بعد العام 1977 تحديدا، أعتقد بعد قيام ما عرف بالنظام الأخضر والوثيقة الخضراء آنذاك. أثر هذه التجارب والتحولات على مؤسسات الدولة ومفهوم السلطات الثلاث والفصل بينهما. نحن نتحدث اليوم عن الأقاليم التاريخية لليبيا، برقة وطرابلس وفزان. نعم، طبعا هي هذا شيء مهم جدا، وتم أخذ الاعتبار من خلال عملية صياغة مشروع الدستور، اللي هي مسألة الخصوصية الليبية. ومن أهم المراجع التي تم الأخذ بها هو مسألة الدستور 51 وتعديلاته وكافة الوثائق اللي كانت في السابق. فيعني في كثير من القضايا حسمت أو تم النقاش فيها بطريقة معمقة من خلال هذه الوثائق. لكن عندما نتحدث عن أن يمكن أن نحن نقبل يعني ممكن نحن ناخذ دستور 51 كقاعدة دستورية الآن أو كدستور، هناك عدة إشكاليات. إشكالية قانونية من ناحية شرعية هذا الإجراء، والمسألة الثانية هناك قضايا مستجدة لا يمكن أن تجدها في دستور 51، قضية الأقليات، حقوق المرأة، مسألة الفصل بين السلطات. يعني دستور 51 كان دستور، من وجهة نظرك لا يمكن الرجوع إلى دستور 51 كمرجع للأزمة الحالية القائمة؟ نعم، يعني دستور 51 كان مركزي، يعني كل كثير من السلطات في يد الملك. الملك هو رأس السلطة التنفيذية، ومن يضع يعين رئيس الحكومة، نصف أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الشيوخ، يحل البرلمان. طيب لماذا تتعالى هذه الأصوات الآن، أصوات دعنا نتحدث في وضع راهن الآن، وتتحجج بأن ليبيا لا يمكن أن تنشئ دستور في ظل الفوضى القائمة فيها حاليا وظل الانقسام السياسي القائم؟ يعني يتحججون لابد من العودة لدستور 51 الذي أجمعت عنه كافة الأطياف السياسية آنذاك وكافة الأقاليم التي ذكرناها منذ قليل، الأقاليم التاريخية. يعني ما سبب ذلك؟ على هذا نعم، يعني يمكن رد على هذا ببساطة شديدة من خلال دراسة أجرتها منظمة ألمانية على تقييم دستور 51، ونتيجة هذه الدراسة أنه لا يصح أن يكون حتى قاعدة، حتى عندما نعدل
الدستور من الملك إلى الرئيس المنتخب، فهذا يعتبر أن الصلاحيات المعطاة لهذا الرئيس المنتخب صلاحيات ضخمة جدا. دستور 51 عنده أشكاليات في الفصل بين السلطات، عنده أشكاليات في الحقوق والحريات، وعنده أشياء كثيرة جدا لا يمكن أنك أنت تبني عليها. بعدين في هناك أي شيء مهم، تو هناك حقوق الأقليات غير موجودة في دستور 51، التمييز الإيجابي لبعض المناطق. دستور 51 لا يتضمن حقوق الأقليات، يعني هل تقصد ربما الأمازيغ؟ نعم في نعم في كثير من القضايا، هذه قضية بسيطة من عدة قضايا. مرتبة الاتفاقيات الدولية غير موجودة في دستور 51. الهيئات الدستورية المستقلة وهي شيء جسم مهم جدا يجب أن ينشأ من الدستور، وتختار السلطة التشريعية ايش نظم النزاهة كيف المفوضية على الانتخابات، غير موجودة في دستور 51. وبالتالي دستور 51 دستور فيه كثير من الإشكاليات لا يمكن أن، لكن للأسف الشديد هناك من ينادي بالعودة ل 51 ومش فاهم ان هذا الدستور لا يصلح ان يكون طيب قاعده. اذا ما فرضنا ان الان الاطراف السياسيه اتجهت الى خط واحد وهو خط الانتخابات المقرره من قبل الامم المتحده في 24 من ديسمبر قبل اقرار مشروع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب، هل هناك ربما اضرار ستعقب بعد اجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في حال لم يتم الاستفتاء على الدستور من قبلها؟ نعم، المسألة الأولى زي ما قلت لك هناك مسألة فنية من ناحية الاتفاق على قاعدة دستورية. الآن قعدوا 5 أشهر وخرجوا بـ 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 بقاعدة فيها كثير من المثالب. المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة قانونية اللي ستكون محل طعن هذه الوثيقة. المسألة الأخرى مسألة خطيرة جدا، وهي عندما تعطى سلطة، يعني تخيل أن تخبو رئيس وفق قاعدة دستورية مؤقتة غير مراقب، هل تعتقد أن هذا الرئيس ممكن حيلغي الهيئة التأسيسية ويلغي مشروع الدستور ويضع دستور لمقاسه ومقاس أسرته؟ هنا خطورة، هذا الخطر الحقيقي. أن ليش عادة هناك من ينادي يقول الدستور لا يصنع في الأزمات، هذا غير صحيح. الدستور تصنع أثناء الأزمات، بعد الأزمة إذا كان سيطر جهة معينة حيضع الدستور على مقاسه. بالعكس، الدستور بالعادة إما توقع لأزمة يوضع توقع لأزمة أو أثناء الأزمة، زي ما حصل أيام في عهد النظام السابق في 2010 كان هناك دستور لأن كان متوقع أزمة كمرجع قانوني وشرعي. نعم. نحن الآن في صلب الأزمة ونعتقد أن الحل هو الذهاب لا إضفاء لقدسية على تاريخ القدسية للمسار أو الاحترام المسار فعلا. طيب، الذي بدأه الشعب وحياتي بالشعب. اسمح لي، أنت ذكرت الإعلان الدستوري المؤقت الذي يمر بليبيا في عدة مراحل منذ الإعلان الدستوري في العام 2011، 10 أعوام ربما هو عمر الإعلان الدستوري المؤقت الذي أعلن عنه أو أعلن عنه المجلس الوطني الانتقالي بين فترة ثورة 17 من فبراير عام 2011، والذي عدل أكثر من 10 مرات. هل يحتمل أكثر الدستور يعني تعديل لمواده المنصوصة منذ الإعلان عنه من عام 2011؟ هل يحتمل التعديل مرة أخرى؟ أنت الآن وضعت يدك على الجرح، هذه مسألة أخرى طبعا. هو الإعلان الدستوري فيه كثير من المثالب وفيه كثير من الإشكاليات، لأنه ببساطة شديدة وضع لم وضع من خلال لجنة بين قوسين ثورية ولم يستفت عليه الشعب، وبالتالي ليس نابع من آراء الشعب. الأمر الثاني، هناك مشاكل فنية كثيرة داخل هذا وكل بعد فترة يتم تغييره. هناك أضيف له الاتفاق السياسي والآن يحاولون إضافة هذه الورقات الجديدة إليه، وبالتالي هو الدستور الإعلان الدستوري هو لا يمكن أن يكون وغير متوازن من ناحية السلطات والحقوق والحريات. فلا يمكن أن، يعني زي ما قلت حضرتك، هو وضع لمرحلة مؤقتة، والأساس اللي وضع الإعلان الدستوري شيئين اثنين. الشيء الأول هو إدارة الدولة في الفترة المؤقتة، والشيء الثاني هو إنشاء هيئة تأسيسية ودعمها لنقل الدولة من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة. فالآن بعد وجود مشروع الدستور انتفت كل ما الأشياء السابقة. الآن لدينا دستور، يجب أن نذهب إلى الاستفتاء ويكون عندنا مؤسسات وفق دستور دائم ومتوازن وشرعي أيضا، لأن منبعه الشعب. ولكن هناك سؤال يطرحه المواطن بشكل مباشر، إذا ما أمكن الاستفتاء عن الدستور في وضع أمني ربما غير مستقر في عدة مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة، هل تعتقد بأن هناك شفافية في عملية الاستفتاء على الدستور؟ أنت جاوب نعم، أنت قل نفس الشيء. يعني بالعكس، الاستفتاء هو ورقة بنعم أو لا،
الأخطر هو أنك تذهب للانتخابات في ظل هذه الظروف الأمنية. وأنا أمامي الآن تقرير صدر في 2018 من Human Rights Watch يتحدث على أن يعني لا يمكن أن تقوم انتخابات حرة في ظل المناخ الحالي لليبيا، وأكدته أيضا في 2021 الآن وبطلبها من الحكومة بتوفير مناخ ملائم للانتخابات. فمن باب أولى كيف أنت تتحدث عن إمكانية إقامة الانتخابات في ظل هذا المناخ ويكون هناك حرية تعبير، هناك أحزاب، هناك في ظل هذا المناخ، وفي نفس الوقت تقول هذا المناخ ليس مناسبا لعمل الاستفتاء؟ بالعكس، الاستفتاء هو أسهل، عبارة عن أنت ورقة بنعم أو لا، ونبدأ بداية جديدة في دستور متوازن. لكن أنت جايب لي دستور غير متوازن وتبدي لي انتخابات في ظل هذه الظروف، في هذا أنا أعتقد أن هذه إشكالية كبيرة جدا. نعم. طيب، الاتفاق السياسي في العام 2015 الذي انتهى بمخرجات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج حينها وصولا إلى ملتقى الحوار في العام 2021، هل أصبحت هي المصدر التشريعي والسلطة أيضا قللت من دور الإعلان الدستوري، وخصوصا أنها استخدمت الإعلان الدستوري كمرجع لإصدار قرارات وإصدار قوانين صارمة في المرحلة الحساسة الليبية؟ وهنا نسرد حتى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة السراج مع دولة تركيا تحديدا. نعم، كل هذه القضايا تم معالجتها في مشروع الدستور، يعني مسألة من هو مسألة الاتفاقيات، من يوقع الاتفاقية ومن يصادق هذه الاتفاقية، وكيف تتعامل. كنا عندنا باب كامل يتحدث على تدابير انتقالية في كيفية التعامل مع الوثائق السابقة، تم معالجتها في مشروع الدستور. وهذا للأسف الشديد في كثير من المواد المهمة الموجودة في مشروع الدستور هو السبب لحرب كثير من الليبيين، من النخب بين قوسين وداعميهم من الخارج لهذا المشروع. فأنا أعتقد أن يعني مسألة وفق مشروع الدستور من يوقع على الاتفاقية هو رئيس الدولة، ولكن لا تكون سارية إلا بمجلس الشورى بغرفتيه هو الذي يصادق على هذه الوثائق. على أي حال، فطبعا الإشكالية اللي وقع فيها البعثة الأمم المتحدة وقعت في إشكالية كبيرة جدا، هي للأسف المجموعة 75 هي مختارة من البعثة الأمم المتحدة، لا توجد معايير شفافة واضحة كيفية أريدة اختيارها، وأنتجت ورقات لا نعلم مصدرها، أو على الأقل مصدرها ليس ليبي، الوثائق اللي تشوف فيهن. فكيف أنا نخلي هذين هي أفضل من مشروع دستور أنتجتها هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، وما زال هذه الوثيقة تمر على الشعب الليبي الجديد وفي ظل شروط صارمة؟ أنت تسمع الآن على أن استفتاء كل أقليم 51% وكلام مثل هذا الكلام، رغم تحفظنا على هذا التوجه، لكن في النهاية بكل لو كان توافقت عليه سلطة تشريعية. ولكن هذا يؤكد أنه هو حل مؤقت لمرحلة انتقالية معينة، وليس حل يعني جذري للمعضلة الليبية. المشكلة المقترح الآن، وبدليل أنه يعني ساهم في إيقاف ربما فوهات المدافع والحروب القائمة. أنكون واضحين. اللي ساهمت هي إرادة دولية، هناك إرادة دولية هي اللي ساهمت. قبل اجتماع سرت بيومين كان أعضاء مجلس النواب يتوعدون هذا اعتماد اللجنة واعتماد الحكومة الجديدة، وتفاجأنا بهذا النصاب الضخم اللي عمره ما صار منذ انتخاب مجلس النواب. أنا أتمنى أن الإرادة الدولية تتكون من جديد وتمكن الشعب الليبي من قول كلمته في مشروع الدستور. فيعني الأصل هو هذا المسار الأصل. أما للأسف الشديد الوثيقة الآن موجودة خطيرة، هي الآن معروضة لعروضة متاع القاعدة الدستورية، هذه خطيرة جدا. هي دستور دائم، هي قاعدة دستورية مؤقتة، ولكن الحقيقة هي دستور دائم. لماذا؟ لأن المادة 6 منها تقول أن هذه مدة هذا السلطة التنفيذية التشريعية والرئيس 4 سنوات، وفي حال عدم توفر الاتفاق على الدستور أو الاستفتاء على مشروع الدستور يتم التجديد لها 4 سنوات أخرى، وبالتالي هذه 8 سنوات. إذا كان عمر الدساتير في أفريقيا معروف أنها 8 سنوات، فبالتالي إحنا علما يعني هذا التفاف واضح، وهناك عدم رغبة في بين قوسين ربما نخب والله حتى بعض الدول المتدخلة، لأن لا يكون لليبيا
سلطة دائمة وفق الدستور الدائم. نحن يعني نقول لك الصراع كله، الصراع اللي يدور الآن كله هو أن لا يكون لليبيا رئيس دولة منتخب وفق الدستور الدائم. طيب يجب أن نقول لك باستثناء نعم. الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، هل هناك بدائل أخرى غير الدستور لحل المعضلة الليبية بحسب وجهة نظرك؟ ما الإشكالية إذا كان لم يحترم هذا المسار الذي بدأه الشعب الليبي واختيار الهيئة ومشاركته يعني مشاركته في كافة مراحلها والآن ينتهي بالاستفتاء، هل تعتقد أنه سيحترم أي مسار آخر؟ لن يحترم أي مسار آخر، هذا هو الأصل. يعني تونس انتخبت مجلس التأسيس التونسي عمل دستور بدون حتى استفتاء، والآن تعمل به تونس. مصر لجنة معينة واستفتى عليه، عمل الدستور واستفتى عليه الشعب والآن ماشي. إذا كان لم يحترم هذا المسار وهذا الهدف، الهدف الآن للأسف شديد هو ضرب المسار التأسيسي للدولة الليبية، الدستور للدولة الليبية وعودتنا للمربع الأول، وبالتالي أي اتفاق آخر لن يحترم. أنت تخيل أن هيئة منتخبة وشارك والشعب شارك في كافة مراحل، أنا نتكلم لك عليه المشروع الدستور هذا هو مسودة الثامنة، يعني 8 مسودات جونا مئات المقترحات مقدمة من كافة المنظمات ومشاركة الخبرات والجامعات بنغازي وطرابلس وخبراء دوليين والتقاء بالمهاجرين في الخارج في تونس وفي مصر، وكل هذا المجهود يعني كل كلمة نحن عارفين أصلها وكيف كتبت، والحمد لله كتبت بأيدي ليبية، فهمت؟ هو يحارب هذا المشروع لأن كتب بأيدي ليبية ولم يكن هناك تدخل ولا وصاية، الجسم الوحيد الذي إذا تقصد أن المعقل الأساسي لصياغة مشروع الدستور ليس داخلي، ليس من أطراف داخلية. هم للأسف شديد الأطراف الداخلية هي عبارة عن صور لأطراف خارجية. البعثة الأمم المتحدة تحول دورها من كونها وساطة بين الليبيين إلى الدور إدارة الصراع بين الدول المتداخلة ببساطة شديدة. يعني بدل ما هي تقول يعني تحترم، للأسف شيء بدأها غسان سلامة ونهتها سيدة ستيفاني، هذه القصة بوضوح شديد، عداء شديد. تخيل أن طلبة الهيئة أن يكون حتى عضو واحد في منطقة الحوار حتى بس يوريهم خلفية المسار الدستوري أو يساعدهم في صنع هذه الوثائق، لأن تعرف أن كل الوثائق التي موجودة التي صدرت من الملتقى الحوار هي وثائق دستورية، رفضوا حتى أن يكونوا خبراء مش مشاركين. يعني أخطأوا مرة واحدة، ذهبوا بعض الأعضاء كمستشارين في القاهرة، بعد ذلك منعوا أعضاء الهيئة ممنوع وكأنهم مش ليبيين أنهم يشاركوا حتى كمستشارين في أعمال ما يحدث الآن، لأن هناك طبخة تطبخ بصراحة، هناك طبخة تطبخ لضرب المسار. طيب سيد إبراهيم، هناك بعض المواد. سيد إبراهيم، ما هي الأهداف حول إبعاد أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور كاستشاريين وكمشاركين في الحوار وأيضا كاعتماد دستور قبل الانتخابات؟ ما هي الأهداف من ذلك؟ الأهداف هناك طبخة تطبخ، أعضاء الهيئة اشتغلوا جيد في للأسف شديد ليبيا ليس لديها خبرات دستورية. المجموعة اللي اشتغلت في الهيئة حتى نحن في بداية عملنا لم تكن لدينا دراية جيدة، حتى القانونيين منا جيدة، الآن لدينا خبرة وتفاصيل التفاصيل في المسائل الدستورية، وبالتالي استبعاد الهيئة سببها هو المعرفة بصراحة، لأن عندهم خبرة. لكن الآن تتعامل مع يعني بالله عليك تجيب وثائق من أول يوم، تجيب لهم وثائق كل شيء جاهز ما عدلوا فيه شيء، وراهو كارثة الوثائق بروحهم في تنازع في تقاطع. أنا نقرأ لك مادة واحدة بس الآن في المقترح الجديد، المادة 45 بتاعت الحكم المحلي، إدارة محلية، نحن درنا 11 مادة في الحكم المحلي، هم داروا مادة واحدة، المادة 45، والله صياغتها مضحكة، مش يعني هذه صياغتها بروحها. أنا يعني هذا هو السبب الرئيسي، وإن لا تريد لأي حتى جديد للأسف شديد هذا كوبيش هذا تعامل مع الهيئة بطريقة فجة وكأنه هو الأصل ونحن الاستثناء. عندما تلقينا كان هناك لقاء معه في طرابلس، فلماذا السؤال يطرح نفسه، لماذا تم إقصاء الهيئة من هذا العمل وكأنه مش ليبيين بينما يستعينوا بخبراء من دول مختلفة؟ طيب سيد إبراهيم اسمح لي في دقيقة واحدة، هل تعتقد أن مشروع الدستور سيكون مرجع لليبيين في حال لم يعني تنشأ الانتخابات في موعدها المقرر
أو المحدد في 24 من ديسمبر، هل سيعود المجتمع الدولي إلى هيئة صياغة مشروع الدستور؟ لا أعتقد، لأن ممكن في مواد، بعض المواد ليس مها مش المجتمع الدولي مش حيقول ولكن غير راضي عنها. لكن نقول لك الحل إذا كان هناك نية صادقة هو اعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة لسبب بسيط، لأنه متوازن وتم إدارة وتم عمله من قبل الليبيين 5 سنوات إذا كان هناك نية صادقة في انتخابات 14 ديسمبر، ومن ثم خلال 5 سنوات يكون هناك حوار مجتمعي ويعرض للاستفتاء في حال رفضه أو قبوله. لكن لا يمكن، للأسف شديد الأمم المتحدة تحول دورها من دور الوسيط إلى دور الوصي على الشعب الليبي. نعم. أشكرك سيد إبراهيم البابا، عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، كنت معي عبر الهواء مباشرة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من العقد السابع، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نلتقي مطلع الأسبوع المقبل، دمتم في أمل الله، إلى اللقاء.